السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على الفولنتري موفمنت وما يسمى بالموتور نيورونز. الفولنتري موفمنت هي الحركات الإرادية ودور ما يسمى بالموتور نيورونز فيها. تعال نبدأ في الأول، يعني إيه كلمة فولنتري موفمنت؟ الفولنتري موفمنت معناها الحركة اللي هي الإرادية أو الحركة اللي أنت بتعملها بما يسمى بالفولنتري كنترول. دايما السايت والمكان بتاع الفولنتري كنترول هو السريبرال مين، السريبرال كورتكس. وعشان تعمل فولنتري موفمنت انت محتاج تو موتور نيورونز عشان تعمل الكلام ده. الاولاني اسمه ابر موتور نيورون، ده هيطلع منين؟ لازم يطلع من الموتور ارياز بتاعت السريبرال كورتكس وينتهي في الموتور سنترز، او طبعا وممكن يطلع برضو كمان من الموتور سنترز بتاعت البرين ستيم، بس ميلي من الموتور اريا بتاعت الكورتكس، وينتهي في الموتور نيوكلاي بتاعت حاجه من اثنين، يا اما الكرينال نيرفس يا اما الانتير هورن سيلز اللي انا بتكلم على السباينال نيرف. الجزء الثاني اللي هو الموتور نيورون بقى اللي هياخد الايه الموتور اوردرز من الابر يوديها للماسلز يعني. فده بيطلع من الانتير هورن سيلز بتاعت السباينال كورد او الموتور نيوكلاي بتاعت الكرينال نيرف وينتهي في السكيلتال ماسلز. متفقين؟ في السكيلتال ماسلز. بصوا للرسمه دي كويسه. انا عندي تو موتور نيورونز، الاولاني اللي هو باللون الاحمر طالع من الموتور كورتكس ونازل اهو نازل للانتير هورن سيلز بتاعه السباينال كورد مثلا، معايا ايا كان اسمه، اسم التراكت ده بيسموه كورتيكو سباينال تراكت، هنتكلم عليه في الايه في الجزء الثاني من المحاضره. لكن باللون الازرق اللي هو اللور موتور نيورون طالع من الانتير هورن سيلز وبينتهي في الماسلز نفسها، يبقى ده ابر موتور نيورون وده لور موتور نيورون. يبقى مصطلح الابر موتور نيورون ومصطلح اللور موتور نيورون اتفاهم كده. طب لما اجي اكمل كلامي حاجه اتكلم فيها على مين؟ طبعا ده هنا صوره اهيت، ده طبعا ده الموتور سنترز الموجوده في السريبرال كورتكس، والموتور سنترز الموجوده في البرين ستيم، وده الانتير هورن سيلز الموجوده في السباينال كورد، وده الموتور نيوكلاي بتاعت الايه؟ بتاعت الكرينا نيرفس الموجوده في البرين ستيم. اللي باللون الاحمر ده اسمه ابر موتور، وده برده اسمه ابر موتور يعني. اوكي؟ وان كنت بسمي كلمه ابر موتور سبيسيفيكلي على اللي هي السنتر او على التراكت اللي جاي من الكورتكس وتنتهي بالبرين ستيم، خلاص تنتهي في البرين ستيم او جاي من الموتور كورتكس وتنتهي بالسباينال كورد. اللور موتور نيورون زي ما احنا قلنا ده اللي هي الانتير موسلز في السباينال كورد، او السوماتيك موتور نيوكلاي بتاعت الكرينيا نيرف اللي بتنتهي في الماسلز زي ما حضراتكم شايفين. اللي فوق بتاعت البرين ستيم او الميد برين ده بيبقى تبع او بيمشي في الكرينا نيرف، لكن بتاع الانتير هورن سيلز بيمشي في السباينال نيرفز. اول حاجه هنتكلم عليها في الفلانتري ايه في الفلانتري موفمنت او في الموتور نيورون لازم نبدا كلامنا بالموتور ارياز. الموتور ارياز بتاعتنا دورها الاساسي الانيشيشن والبرفورمانس بتاعت الفلانتري موفمنت معايا، هو ده الدور الاساسي. بتعمل ايه؟ بيبقى في سيجنالز بتيجي من الموتور سيجنالز جايه من الموتور كورتكس بتتنقل من الموتور ارياز دي وتنزل عبر ما يسمى بالديسندنج موتور تراكت، تنزل للور موتور سنترز الموجوده في السريبرال الموجوده في البرين ستيم او موجوده في مين؟ او موجوده عندنا في الموتور نيوكلاي بتاعت الكرينا نيرف. الموتور كورتكس بتاعتنا موجوده في السريبرال كورتكس، سوري موجوده في الفرنتال لوب بتاعت السريبرال كورتكس، وهي بتتكون من ثلاث اجزاء: برايمري موتور اريا اللي بيسموها اريا 4، وبري موتور اريا اللي اسمها اريا 6، وعندنا السبلمنتال موتور اريا. تعال نشوف الكلام في صوره رسمه بسيطه. اللي انت شايفه قدامك ده اللي هي البرايمري موتور اريا، ده موجود في البري سنترال جايروس، اللي باللون الاخضر، اللي باللون اللي قدامنا اللي هو الاصفر ده اللي هو البري موتور اريا او ساعات بيسموها اريا 6، وعندنا الاريا اللي موجوده فوق باللون اللي سوري ده الازرق اللي هي البرايمري موتور اريا اللي هي ام 1 ده اللي هو باللون الازرق، لكن اللي باللون الاخضر اللي هي السبلمنتال موتور اريا اللي هي فوق الاريا اللي باللون اللي باللون الاصفر اللي بيسموها عندنا البري موتور اريا. تعال نبدا البرايمري موتور اريا او بيسموها اريا 4، مكانها فين يا دكتور؟ موجوده في البري سنترال جايروس، البري سنترال جايروس في الفرنتال لوب. ده بالنسبه لي اللي هو السايد بتاعها. طيب الريبريزنتيشن بتاعت البادي، الريبريزنتيشن بتاعت البادي بيبقى ايه؟ اول حاجه كونترالاترال او كروز دي يعني كلمه كروز يعني معناها الماسلز اللي بتبقى موجوده في الرايت سايد بتاعت البادي بتبقى انرفيتد بالرايت او بالاريا الموجوده في الرايت سريبرال هيمسفير، والماسلز الموجوده في الليفت سايد بتاعت الايه؟ في الليفت سايد بتاعت البادي بتبقى كنترولد بالريبريزنتيشن
الاريا الموجوده في الايه، موجوده في الرايت سيريبرال هيمسفير، يعني كونترالاترال يعني الناحيه اليمين تكنترول النص الشمال، والاريا الشمال كنترول النص. برضو بيبقى انفيرتد زي ما حضراتكم شايفين كده، الفيس بيبقى موجود في اللور بارت والليجز بتبقى موجوده في الابر بارت. مش بس كده، السايز بتاعه الاريا ريبريزنتد حجم المنطقه اللي بيمثل مش بيعتمد على السايز بتاعه، وانما بيعتمد على نوعيه الموفمنت اللي بتؤدى بيه او الكومبلكسيتي بتاعته. يعني حاجه زي الصم تعمل كومبلكس موفمنت، لكن حاجه زي الترانك ما بيعملش كومبلكس موفمنت، فعشان كده تلاقي الترانك حجمه صغير لكن الصم بيبقى حجمه مين، حجمه كبير. ايه الفانكشن بتاعت البرايمري موتور اريا؟ وظيفتين اثنين اساسيتين بالنسبه للبرايمري موتور اريا. الوظيفه الاولى انيشيشن للفلانتري موفمنت المعمول بالديستال لمب ماسلز اللي هي الماسلز الموجوده حوالين الديستال جوينتس. الحاجه الثانيه بيبقى فاسيلتاتوري للماسل تون، يعني بيزود الماسل تون في الديستال ماسلز يعني. وعشان كده لو حصل ليجن فيها هيحصل باراليسيس للديستال ماسلز، يحصل شلل. الحاجة التانية هيحصل هايبوتونيا ولا هايبرتونيا، بيبقى فيه هايبوتونيا لأن الاريا دي بتبقى فاسيلتاتوري للمصل تون، هتلاقي المصل تون قليل يعني. البري موتور اريا أو بيسموها اريا سكسيا موجودة فين يا شباب؟ موجودة مع عندنا في الفرونتال لوب قدام اريا 4، دي البرايمري، ده اللي هي البري دي اللي بيسموها البري موتور اريا أو اريا ايه؟ اريا 6. ده البري موتور اريا أو اريا 6. البادي ريبريزنتيشن فيها زيه زي اريا 4 بس الاكزيتابيلتي بتاعتها مين؟ قليل. ايه الفانكشنز بتاعتها؟ اول حاجه لها دور في بتشير عمليه البلاننج، وعمليه البلاننج بتاعه الكومبلكس موفمنت مع السبلمنتال موتور اريا، يعني هي اللي بتحط الخطه، هي اللي بتحط الخطه للحركات المركبه والكلام ده. مش بس كده، مع البيزال جانجليا هي اللي بتظبط التون في الاكزيال ماسلز والبروكسيمال ماسلز، مع اللي بتخليها تثبت في وضع معين بيسموه بوتشرال ادجستمنت اثناء طبعا اللي اثناء الحركه بالفاين سكيل اللي هي بيسموها اثناء الفاين سكيلد موفمنت بالديستال ماسلز. طبعا انهبيتور للماسل تون، عشان كده هنا لو حصل ليجن في اريا 6 او البريموتور اريا مش هيحصل باراليسيس وانما هيحصل ويكنس. خلاص، مش بس كده هيحصل، لان المشكله عندك هنا هتبقى مش في الديستال ماسلز، المشكله هتبقى عندك في البروكسيمال والاكزيال مين والاكزيال ماسلز. مش بس كده، هيبقى في هايبرتونيا مش هايبوتونيا لان هبت الماسل تون. الوظيفه الاخيره المهمه جدا بالنسبه للبريموتور اريا ان مع البيزال جانجليا بتنشيت وبكنترول ما يسمى بالاوتوماتيك اسوشيتيف موفمنت، اللي هي الحركات اللي هي الذاتيه اللي انت بتعملها بشكل ارادي، زي مثلا وانت ماشي بتعمل سوينجنج للارم، تحرك ايديك كده من جنبك وانت ماشي، ده حركه اوتوماتيك يعني. او زي الكونتراكشن بتاعت مين، بتاعت الفيشال ماسلز اثناء الفيشال اكسبريشنز، برضو دي بالنسبه لنا مش اوتوماتيك موفمنت يعني. فده بالنسبه لي اللي هي الفانكشن بتاعت الايه، بتاعت البري موتور اريا. اوكي، مش بس كده، البري موتور اريا جواها سبيشال ارياز، السبيشال ارياز دي كلها كل واحده منهم لها وظيفه. عندنا اللي هي بروكس اريا اللي هي اسمها وورد فورميشن اريا، خلاص، وعندنا اللي هي الكونترالاترال اي موفمنت اريا اللي مسؤوله عن حركه العين، والهيد روتيشن المسؤوله عن الهاند سكيلز، عن المهارات بتاعه الايد. عشان كده لو في دامج في البروكس اريا دي اللي هي بيسموها منطقه بروكي، خلاص الانسان بيحصل له مشكله اسمها افيزيا. افيزيا يعني ايه؟ يعني مش قادر يعبر عن اللي جواه بالكلام، لكن بيكتب كويس جدا، ما فيش عنده مشكله خالص، يعبر بالكتابه بس ما يقدرش يعبر بمين، بالكلام. عكس الاريا بتاعت الهاند سكيلز اللي بيسموها اكزنرز اريا، خلاص، او اريا 45، خلاص اللي هي الاريا اوف هاند سكيلز دي اريا 45، لو عنده ليجن فيها بيبقى عنده مشكله اسمها اجرافيا، ما بيقدرش يعبر بالكتابه بس يقدر يعبر بمين، بالكلام عادي، ما فيش مشكله خالص. ده الارياز بتاعتنا اللي هي موجوده في الموتور اريا. الاريا الاخيره بتاعتنا اسمها سبلمنتال موتور اريا، ودي موجوده في الابر ميديال بارت بتاعت الفرونتال لوب فوق اريا 6 زي ما انتم شايفين. اوكي، ده السبلمنتال موتور اريا. المين فانكشنز بتاعتها من اسمها سبلمنتال، يعني ايه؟ تعمل سبلمنتيشن، بتساعد. عشان كده مع اريا 6 بتديك بوتشرال باك جراوند للبرفورمانس بتاعت الفاين سكيلد موفمنت بتاعت الهاند والفينجر، يعني هي بتدي وضعيه معينه لاثناء اداء الحركه اللي هي المهاريه بالمسلز بتاعت الهاند والفينجرز. مش بس كده، تشارك برضه في البلاننج والبروجرامنج بتاعت الكومبلكس موفمنت مع اريا مين؟ مع اريا 6. ده المين فانكشن بتاعت سبلمنتال موتور اريا.
أبنائي الأعزاء، شكرا جزيلا، وأشوفكم في الجزء الثاني من المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.